السلام عليكم الزينات، كراكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا كاع لاباس عليكم وفي احسن احوالكم. جيتكم بهاد لا فيديو ان شاء الله يا ربي تكون فيديو خفيفه ظريفه عليكم وتتونسوا بها وتستفيدوا كيما عودتكم. راكم عارفين قبل ما نبدا لا فيديو تاعي نقولكم نشكركم بزاف بزاف بزاف، كل متتبعه خلت لي كومونتير شباب في حقي، كل متتبعه دعات لي دعوه الخير، كل متتبعه ديرونجت روحها وكتبت لي واحد الكومونتير لي فريمون يحمسني ويشجعني ويعطيني هذيك الطاقه الايجابيه، ربي يجعلها ديما في ميزان حسناتكم ولكم بالمثل تاني. نتمنى لكم غير الخير ان شاء الله. كاع الانسان اللي يكون زين في قلبه اكيد ربي يعطي غير الخير وغير الحاجه اللي يتمناها. حبيبه القلب، نشكر كاع البنات اللي دخلوا جدد عندي، جدد متتبعات جدد، نقول لكم مرحبا بكم دار داركم. ان شاء الله تتونسوا بالقناه تاعي وبالفيديوهات، واكيد اكيد اكيد رايحين تستفيدوا منها. انا الفيديوهاتي ماشي غير فرجه، ماشي غير فرجه، ماشي غير اللي يدخل يبقى يتفرج فيا، خاصكم تتفرجوا تتونسوا وتستفيدوا ونعطيكم هذيك الطاقه الايجابيه دائما دائما. الوغ نبدو على بركه الله. لا فيديو تاعنا تاع نهار اليوم كما راكم شفتوا القهوه هي الاولى، كما عودتكم النهار يبدا من هاد لو بوين. كي نقلش عمري نتقلش في نهاري، الا سمحت في عمري شوفوا نهاري وليلي شنقولكم جحيم. اعوذ بالله، وريتكم باللي كل يوم كيف كيف، الدار عمرها متخلى مشقة تاع كل يوم، كل يوم كيف كيف. ارمعينكم تحسبوا باللي احنا اليوتيوبرز عندنا ديال نقا منقيين ومنظمين زعما شي لكم تشوفوه في لي فيديو، سيغتان فيديو سيغ راح تقولوا باللي هادو كاع كاع ديارهم نقيين. شوفوا عايشين عيشه كيما نتوما، عيشه روتيناتنا كيما حنا كيما نتوما، بصح بالفضل التنظيم واحد كي يتعلم واحد العاده عادات تكون مليحه في حياته اكيد راح يخرج من المصاعب اللي يكون اللي تكون في حياته. نظمي روحك، والتنظيم اكيد كي تبديه بديه بنفسك بالذات، يعني انتيا كي تبدي نهارك اعطي هذيك الرشقه لنفسك كيما قلت لك، وجدي كاس تاع قهوه سنيمه تاع قهوه، افطور يكون بنين وفطور يكون زين، حاجه تاكليها اللي تعطيك تاني ديزينيرجي. وكل واحد وكيفاش، كاين اللي يبغي قهوه بالسكري كاين اللي يبغي قهوه بالصالي، كل واحد وعاداته. ما تعنديش الناس، شوفي ديري الحاجه اللي تريحك انت، الحاجه اللي عندك انت هي اللي تعطيك الطاقه الايجابيه. انا كيف كيف خطره كل نهار ورزقه، كل نهار وشت في حلي، كل نهار وش نوجد. ليسونسييل ما نحقرش عمري، نبدا بهذيك القهوه تاعي الزينه، ندير ديك القهوه شويه شويه، انا ما نشربش قهوه بالحليب بزاف، نشربها غير شويه. لو ما كانش عندي جو دو فروي نبغي لي جو دو فروي، مي ما كانش عندي قلت خلي حتى ندير لي كورس نعاود نشري. كيما كل صباح ديما خصني ندير هاد لو سوان دو جور، صباح نوض نغسل وجهي بهاد لو برودوي، نغسله مليح وماشي غير صباح، ندير صباح وندير دو فوا صباح نغسله، وفي الليل تاني لو سوار ندير تاني ان سوان دو نوي. نغسل بهاد لو برودوي كيما قلت لكم، كاين وكل واحد واش يستعمل من البرودوي اللي والمه في لابو تاع، ما تقوليش باللي البرودوي اللي نستعمله انا بالك ما يجيكش انت تاني وبالك تاني يركب عليك. كل واحد يسيي لي برودوي اللي توالم لابو تاعو، سورتو ما تشوفوش بزاف من المؤثرات اللي راهم يوروا لكم سي دي برودوي كاين اللي غالي كاين اللي رخيص، كل واحد وميزاته وكل واحد تاني وبالك ما يخرجش ما يطلعش على لابو تاعك. امالا خير البرودوي اللي والمك انت واستعمليه،
الى والمك صحه تبارك الله، ما والمكش عاودي بدلي برودوي واحد اخر. ليسونسييل هاد الطبايع اللي ما يليقش تسمحي فيهم، دائما كل صباح خاصك تنقي لابو تاعك، تهلي في عمرك، توليك شغل طبيعه زينه تبعيها، وهذا راح يعطيك طاقه ايجابيه تاني في نهارك. انا بعد ما غادي نغسل وجهي نشف تاني كيف كيف كي وجهي كيديا، عندي اون كريم دو دو جور نديرها لوجهي، وعندي تاني اون كريم تاني هيدراتونت باش نرطب بها تاني يديا. ما تقولوش بلي راح نخدم الميناج وغادي تاني يروح لي هذاك البرودوي، ما عليهش ليسونسييل عندك اون بروتيكسيون تاع كلكو زور كوميم، ولا شتي روحك بلي غادي تدخلي يديك في كاش برودوي ولا هكا، ولا ديري ديكون عادي. انا تاني دي فوا سا ماريف نبغي ندير شقه هكا ولا نغسل حاجه بلي برودوي ولا ندير ديكون ونستحفظ على يديا. شوفوا الحاجه اللي مليحه في الدات عن المرأة هما اليدين ولو فيزاج، هادو زوج كوما تهليش فيهم صحيح كلشي يروح لك ما يبقى لك والو. اما لو سيرتو دروك راكم عارفين كلشي راه كاين، كلشي راه موجود غير اللي ما بغاتش. شوفوا الجيلات تعلموا الطبايع الزينه. انا الطبيعه اللي تعلمتها من اللي تزوجت هي خاص الكوزينه تكون نقيه والصال دو بان تكون نقيه، نقيهم ديما لافي تاعي تاع الليل باش هكاك الصباح كي نوض نلقى كلشي نقي. الا درت فنجر تاع قهوه عندي ديك نص ساعه ولا راني نستغل راسي فيها ونتقهوى في خاطري، نعرف بلي كوزينتي راها نقيه، غادي نروح غير كاش ما نلقط في الديار ولا في لي شومب، والصال دو بان تاني كيف تكون نقيه. غادي غير روح نمسحها ونفوت عليها مسحه، على بالي بلي صباحي نوض وليداتي غادي كاع يقيسوا الماء بارتو، بصح تكون نقيه غير نمسح بهاد لو طورشون. هاد لو طورشون مانيفيك يرد كلشي يبريي. اما انا الا كان درتو كاش ديكوراسيون تما كيما انا ني دايره الارجنتي غير مسحو كلشي يردها لكم يبريي. هاد الطبايع خاصك تتعلميهم تولفي نفسك عليهم. كيما قلت لكم الكوزينه تكون نقيه، غادي ندير قهوتي يبقى لي غير الصوالح تاع القهوه نغسلهم ونروح نطيب فطوري ترونكيل، باش لا كان عندي شي خارجه ولا الوقت ما تديهليش تاع الكوزينه. الا خليتو المواعين تاعكم بايتين لافي سي نورمال، لا دخلتو الكوزينه غادي تقعدوا فيها غارقين. كيف الميناج يبقى لكم خفيف، خاصكم تنظموا نفسكم، ديروا ان بروغرام تاع لا سيمين باش هكا تعرفوا واش ديروا في هذاك النهار. ما تفوتوش كل يوم، كل يوم نتوما تنقوا، كل يوم نتوما تهمبروا، يفوت نهاركم بوغيان ديتو، وانتوما اللي غادي تعيو تاني كتر من اللازم. Thank you.
لا شومبر تاعي ديما خاصني نقيها، نقيها هذاك لو غون نيتواياج نديره افون، ومن بعد في السيمانه نبقى نقلع غير هذيك لا بوسيير ونرد كاش حاجه هكا مقيوسه ولا نردها في بلاصتها. سي سيغ الا كنتي راكي عايشه وحدك حتى واحد ما غادي يخرب موراك، بصح راكي عارفه الا جات الراجل هذه قيسها هنا الاخرى يحطها لهي الاخرى يديبلاصيها منا. وزيدي ثاني ما تنسيش انا ولادي يدخلوا الشومبرتي باسكو يعجبهم الكونفور في الشومبرتي، دائما يشتكوا لي يقول لك بلي بورتون زعما الشومبراتهم ما شاء الله تاني، بصح يقول لك داك انا عندي ان غولي بوغ سي ان كونفور ليسونسيال. ما يخليوليش الدعوه نقيه، ماشي نقيه، مرتبه من نقاوه. انت هي الاساس، انت اللي خاصك تنقي، انت اللي خاصك تساوي. اكيد ما غاديش وليداتك ينوضوا ينقوا كيما انت هي تنقي صوالحك. ليسونسيال ما يكونش عندك الدرداخ، ما يكونش عندك هذاك الديزور. كي تجي تنقي ولا تردي صالحه في بلاصتها انت بروحك ما تكرهيش، وما يجيكش هذاك انا بعدا كي نشوف الدرداخ بزاف الغم ما تكشني. بصح كي تكون كل حاجه في بلاصتها ومنظمه في بلاصتها انت بروحك هذيك لا سويت تاع الميناج تاعك تجيك ساهله. كي تجي هكا تطبقي ترقي لارموار تاعك مستفه، كي تجي تتفي صوالحك في لي كومون تلقي كلشي منظم، تما وين تعطيك هذيك الراحه النفسيه. وهذا راجع باش لقي تكوني انتيا منظمه في حياتك. ولا شيرات كملت مع لو رونجمون تاعي تاع لو لي تاع الشومبره، رديت كلشي في بلاصته، مسحت ديك الغبره تاع كل يوم، باسكو الغبره كل يوم سموني راني انستاليا. خاطرش كي تكونوا حالين الطاقه وسيرتو دروك مي راه الحمى نيتو، حنا الطاقه كازيمون ما تتبلعش، الوغ الغبره فيها فيها. فوت ان كود اسبيراتور، ومن بعد ما كملت درت هاد دوزي دوريزون، ريحته بزاف شابه. شنو نقول لكم، ريحه لا لافونت كي تحطيها فوق في الشومبرة تبقى شنو نقول لكم واحد الريحه مانيفيك. محلاه النقاء الا بقى، اكيد عمره ما يبقى، بصح حنا خاصنا نعاودو نردوه. شوفوا ما تقولوش بلي اللي خدمتها اليوم عاودت غادي نعاودها غدوه، هذه هي سنه الحياه. حنا ننسى كيما هاك ربي خلقنا باش نعاونو ونخلو لونطوراج تاعنا يعيش عيشه في النقاء، عيشة حلوة زينة. كل أم وهي المسؤولة على الـ على لا ميزون تاعها، على المنزل تاعها. انت اللي خاصك تخلي البيت تاعك نقية، دارك نقية، كلشي منظم، كلشي مرتب، الاولاد كيلقوا كلشي نقي في لي زارموار تاعهم، راجلك تاني كيف كيف كلشي يلقاه تاني نقي في لارموار تاعه، الشومبرا نقية، الكوزينة نقية، نقاوة تبان. بصح كي تكون هذيك الكركبه بزاف هي اللي تخلي النقاوه عمرها ما تبان. سمعتوا كيفاش؟ كيف كيف انتيا الحاجه الاولى اللي ديريها في حياتك خاصك تكوني مرا انيقه، انيقه في نفسك، انيقه في لابوتي تاعك، عارفه كي تلبسي، عارفه كي تماكيي. ما تقوليش راني في الدار اماله ما نماكييش، انا ما نكذبش عليكم، الصباح كي نوض ندير هذاك المكياج الخفيف، كحل عويناتي، ندير هذاك الفراجو، ندير امتي ماسكارا، نحمر تاني شواربي، يليق ليق. علاش؟ باسكو انت اللي غادي تعطي الطاقه الايجابيه لنفسك، وحن ما غادي تطبطب عليك يقول لك يا اختي مالك او كونترير ما تحسيش بلي الطريق واش تجيب تاني. هي كيما هكا، ان شاء الله تكونوا داكور معايا. فطورنا تاع اليوم كان ديجا عندي واجد، اللي كان باقي لي تاع البارح غير حميت الحريره وزدت حطيت في الطباسه، وزدت لهم غير هاد لي بوتيتس حطيتهم في الاير فراير، طيبتهم رابيدمون، ورا فطوري واجد. كيما قلت لكم كي تكون الكوزينه نقيه كل شيء يجيكم ساهل. أباري إلا كان باغي طيبوا فطوركم ديروا فطور، أنا اليوم كاين وغدوة ما كانش، اللي كان باقي لي تاع البارح راني نحطها لهم نحميه لهم، دي فوا نزيد لهم حاجات ودي فوا ما نزيد لهم والو. ليسونسيال ربي يجعلها ديما نعمة دايمة علينا. كاينة واحدة الطبيعة تاني بدلتها بعد ما وليداتي كبروا ولو ديزادو،
دروك وليت نخرج كل واحد وحده باش كاش ما نشري له هكا نقضي له قشه ولا شي اللي بغاه. دي فوا ميم نخرجوا مع بعض، اما لو كل واحد ندير له ان سورتي انديفيديوال. علاش؟ باسكو دروك كبروا ولو ماشي كيما كانوا بكري مي كانوا صغار، كنت نخرجهم ضاربه وحده ونشري لهم الشيء اللي نبغيه انا ونلبسهم. انا وليداتي ما كانوش كومبليكي مي كانوا صغار، باسكو عطيتهم واحد الطبيعه شابه بزاف، وهذيك الطبيعه كشغل رجعت لي انا استفدت منها من كبروا. الشيء اللي كاين يلبسوه مارك با مارك يلبسوها، فهمتوا كيفاش؟ وانا ما عودتهمش وليداتي غير لا مارك خاصهم يلبسوها. الحمد لله والشكر لله هاد السياسة أنا استفدت منها، وحتى وليداتي كشغل حسيت باللي قانعين بالشي اللي عطاهم لهم ربي. اليوم كيما قلت لكم التور الخطرة اللي فاتت كانت ساجي، ودروك لو تور تاع غايان إنا هي الأولى خرجتها، ودروك بقى غايان خرجتها تاني باش نشري له قشه اللي راه باغي، راكم عارفين لا رونتري سكولير إيتو. خرجت معاه وقضينا الشي اللي عجبه هو، الشي اللي عجبه نشريه لولدي. لا فيل دو كليرمون لاني عايشه فيها لا فيل ماشي كبيره بزاف، لكن الحاجه اللي فيها مليحه وتعجبني بزاف هي موان دو سيركيلاسيون، وفيها الطبيعه تاعها شابه بزاف تاني، والهواء نقي نقي. الوغ ما نقولكمش على الماء تاعها كي حلو، موان دو كالكير موان دو بوليسيون، وهذه هي الحاجه اللي عجبتني كشغل تريحك، وخاصة لكان تروحوا تزوروها تاني في لي زونفيرون ولا المناظر مانيفيك فيها لي لاك بزاف، باسكو سي اون سورس دو فولكان، وكيما قال ليها الماء تاعها جاي حلو. حنا دروك كملنا الشوبينغ تاعنا ورانا طالعين للدار. بعد ما دخلنا للدار تلاقيت بحاجة غادي نتقاسمها معاكم. كما شفتوا الامبيونس شنقولكم مانيفيك. انا كي نكون جايه ولا تكون داخله لداري ولا خارجه من داري كنت نلقى كورتاج سمولي راني واقفه حتى نتصددهم، حتى تصدد الكورتاج عاد كينا نقدر نقضي صوالحي. والله لي بليه فيا بصح، سورتو كي يكون لا كي يكون كورتاج تاع تراكه سي مانيفيك، زعما كاينه الخرجه تاعهم مانيفيك، هذوك هذيك الرقصه تاعهم اللي يديروها برا والدبكه تاعهم ايتو زعما تقلع لك القنطه. اما لا كملت الكورتاج من بعد طلعت درت لهم عشاء خفيف خفيف باسكو كنت دخلت روطار شويه، وانا درت فيها تيزانا كيما هكا حاجه تاع ديتون تاع الليل هكا تاني كيف كيف ندير ان سوان. من بعد نعاود نتقاسم معكم في فيديو اخرى ان سوان تاع لا نوي كيفاش نديره، وهكاك نريح تاني عقلي يديا لو كور كيف كيف. بلا ما تخطيني هاد لا تيزان تاع الليل دائما خصني نشرب كيس تاع تيزانا في الليل دائما، كي نقول لكم شاك نوي شاك نوي، وكل خطره وكيفاش دروك راني حكمه هادي راني كاشتها تريحك. شا نقول لكم انا نشريها من عند تراكا، وكيف كيف كي يقولي تيزان باش تجيك هذيك الراحه النفسيه دائما خصني نشعل الشمعه
وهاد الشمعة راها تطلق واحد الريحة تاع لافاني. شنقول لكم انا هادي شي تعمل اكسون يا لونطون ومازالها قاعده كيما هي. البقا راها لو بو تاعها راه كبير بزاف، وعندي كل خطره بدلت يعني ندير هذا خاطرش سا ديبون على حسب لا ديكوراسيون اللي تكون عندي. املا لا تيزان تاعي كيف كيف. في هاد لو مومون انا نستغل راسي، والحاجه اللي نستغلها تاني دي فوا كيما هاد لا بيريود راني ندير في حاجه تانية على شاك فوا نبقى نخدم بيها شغل لهي روحي كل خطره باش لهي روحي. ودروك راني لهي بروحي بلا كوتور، راني نوجد في واحد السطر دائما طلعت معايا العقيق صوالح من البلاد طلعتهم معايا. عندي جبونس غادي نخدم 3 غوب، راني باديه بالاولى غادي نوريكم غزدر تاعها ومن بعد كي تكملها ان شاء الله وندير لا فينيسيون ايتو عاده كي نوريكم لا غوب الاولى كي دايره، ومن بعد نكمل معكم كل خطره نتقاسم معكم لقطات لا سويت تاع لي غوب اللي غادي نخدمهم تاني. انا هذه هوايه تاعي، هوايه ان باسيون زعما كاينه تريحني ماشي باش نقدر نخدم للناس، منها نخدم لعمري ونبغي حاجتي نقضيها بيديا. تقولي لي لا ما تروحيش تشريها واجده ايتو، حنا مي كنا انا قلت لكم بلي ما خياطه ومي كنا صغار كنا نتلاهو بهاد الصوالح. انا صغري فوتته تقدو تقولوا تلعبت بالعرايس وكنت نخدم وتعلمت كل شيء بهذوك العرايس، يعني التنظيم والترتيب والتنظيف والخياطة والبريكولاج كلشي تعلمتهم من كنت صغيرة كنت نلعب بالعرايس. هذاك هو الشيء اللي كبر فيا وكشغل ما راح ليش صغري باطل، تعلمت منه درتي ديبلوم في صغري. وهذا هو صدر لي لا كولور تاع لا روب ارجنتي مع هاد لو فير ايمرود. لا روب شابه 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 بزاف 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 بزاف. ان شاء الله كي تكمل راني نوريها لكم. انا وصلت لنهايه الفيديو تاعي، اللي وصلت معايا حتى هاد الساعه ومازالها تفرج في الفيديو تاعي نقول لكم ما تنساونيش بالتدعيم تاعكم باللايكات، دائما خلوا لي ام تي كومونتير اللي حفزني. اللي مازال ما راهاش مابوني نقول لك ما تنسيش تعاودي تروحي تشوفي اذا راكي مابونيا معايا بيان سور. الا كان عجبتك القناه، اللي ما عجبتكش قناتي روحي ديري ديميتور، الله يسهل على كل واحد. انا ليسونسييل نلقى فيكم الخير، نلقى فيكم من عندكم يجيني الدعم الخاص من عندكم. اكيد يد واحده ما تصفق، الا كان انا حطيت فيديوهات وما يكونش من عندكم التشجيع نوضا بلا قناتي خير لي. الحمد لله على كل حال انا نقول لكم خليت لكم الراحه، دمتم في رعايه الله وحفظه وربي يخليكم ليا. وان شاء الله ليله سعيده الا كان وصلتوا وراكم تشوفوا في هذا الفيديو. نموت عليكم وتبقوا على خير.